السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية وقبل كل شيء يجب علينا ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. صدق الله العظيم. أعزائي المتابعين، رجعنا لكم في فيديو جديد مثل ما عودناكم على كل جديد، فخليكم معنا ولا تروحوا، راجعين. حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين، وأهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة الرعب هيرور إكس. بالحقيقة أعزائي المتابعين، عالم الجن ومسألة الاتصال والشعور بهم موجودة وردت بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة. وأوضح دليل على هالشي سورة الجن بالقرآن، وكثير من الآيات القرآنية الدالة على هالعالم المغيب عننا، وبالحقيقة تغيب عنا رحمة من رب العالمين فينا، رحمة فينا. صاحب القصة بيقول: بالنسبة لتجربتي فهي طويلة على مر من السنوات، وتعرضت خلالها للشعور بالاعتداء علي أثناء النوم التام، أو محاولة حدا أنه يخنقني أو يمسك برجلي أو رقبتي، وأحيانا كنت بحس فيهم مع تأكيدي بأني صاحي، وبحس بوجودهم وبشوفهم بصورة أبوي أو واحد من إخوتي واقف بعيد عني وبيبدأ يناديني أو يروح على الحمام أجلكم الله أو يتوضأ، وأني متأكدة إنهم بيناموا عندي لما يكونوا بالبيت، وكمان بسمع أنفاسهم وبشعر فيها قريبة مني. أحيانا بشوف واحد عم يقوم ويشرب مي أو يدخل الغرفة ويجلس أو يكون واقف على عتبة الباب، وما إلى ذلك من هيئة رجال ونساء بيروحوا وبيجوا وبيتحدثوا مع بعضهم. وأحيانا بشوفهم بصورة بشعة وبالشر بأعينهم، وأحيانا مثل ما قلت بصورة شخص بعرفه مسالم ووديع. استمر هالحال لفترة طويلة وبصورة يومية، لدرجة إني تعبت نفسيا وجسديا من التفكير بالأمر ومن قلة النوم، لأني يعني بدأت أكره وأخشى النوم عشان ما أشوفهم أو أتعرض لهذيك الكوابيس اللي بتخليني بصحى مرعوبة وأني عم بصرخ بكثير من الأحيان. حتى ألهمني رب العالمين وتحدثت مع اللي بشوفه، مع واعظة دينية دارسة للقرآن وحافظة للقرآن، كانت بتعطينا دروس بتجويد القرآن وحفظه، وقلت لي بالحرف الواحد انه اللي بتشوفيه هم شياطين الجن بيجوا عشان يشوشوا على الانسان المؤمن ويزعزعوا قلبه ويخوفوه، مشان هيك لازم تتوكلي على رب العالمين وتلجئي له بهاي المسألة، وعمل اللي نصح فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عند النوم، وهي اولا النوم على وضوء إذا أمكن، والصلاة ركعتين قبل النوم، قراءة الأذكار عند النوم، ولا بد أنها معروفة للجميع بس يعني بنذكر فيها، قراءة الفاتحة 7 مرات، قراءة المعوذات 3 مرات، قراءة آية الكرسي وأواخر سورة البقرة 3 مرات، قول كل من التسابيح التالية منفردة 10 مرات: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، حسبي الله ونعم الوكيل، عليه توكلت وإليه المصير، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدين ذكر هالدعاء: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إني إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به أرواح عبادك الصالحين. بعدين النفخ ببطن الكفين والمسح على الوجه والسائر الجسد 3 مرات، والالتزام بالنوم قدر الأمكان على الجانب الأيمن. وزيادة بالنصح من
الوعظة هاي الله يجزاها كل خير قالت لي إنه احتفظ بالقرآن بالقرب من رأسي عند النوم، ولما بشوف هالكان أو أشعر به لازم ما أخاف أبدا، وإنه أبادر أني بالهجوم عليه وما بعطيه فرصة للمبادرة بالهجوم عليه، وعدم إشعار هالكائن هذا بخوفي وخشيتي منه لأنه هو الضعيف وأني القوية بإيماني بالله عز وجل وبما حملته بفكري وقلبي من آيات التحصين. بتقول صاحبة القصة أعزائي المتابعين، وبالفعل عملت كل شيء قالت لي يا هالواعظة هاي حرفيا مع الترديد لنفسي باستمرار إني ما بخاف من هالكائنات هاي وما رح أخشاها وراح أهاجمها. وبالفعل لما أشوفهم بدأت أني بالمبادرة بالهجوم عليهم وبمسك إيد واحد منها أو أصرخ فيه وأروح وبترديد آيات الله المذكورة حتى أثناء الحلم والاستغراق منهم. وحقا شيء لمسته بتقول صاحبة القصة وعشته وما بنكره أبدا، بدأ هو يخاف مني ولم عند صراخي فيه أو محاولة الهجوم عليه وتكرار آيات الله بشوفه بيخاف وبينفر ويروح وبيتبخر مثل الدخان. استمريت على الحال بكل مرة بشوف فيها أي شيء حتى اختفت كوابيسي وصارت نادرة أني ما أشوف هالكائنات، وبحال حدث وشفتها لأننا ما راح أبدا نتوقف عن رؤيتها، فهي مخلوقات موجودة بيننا وما بنقدر ننكرها أو ننكر وجودها وبتعيش بيننا وما بنقدر ننكر هالشي هذا نهائيا، وبكون دائما أنا المسيطرة على الموقف وأني مصدر القوة مو هو. بتقول صاحبة القصة هاي تجربتي وأني أشكر الله وأحمده على كل إشي وعلى كل نعمة ومكروه، لأنه كله ابتلاء وامتحان إنه عشان نحمد رب العالمين ونشكره على السراء والضراء. وبوجه شكري وامتناني لشخص هالواعظة اللي دلتني على هالطريق الصحيح وجزاه الله خير عني وعن كل المسلمين. القصة الثانية أعزائي المتابعين بحكيها صاحبها، بقول بسكن وحدي من حوالي سنة ونص بسبب ظروف العمل. بقول يوميا وبالليل بالأخص بسمع صوت واضح ومرتفع لطرقة على الباب، وكأن واحد عم يضغط على الباب بقوة حتى يصدر كل هالصوت، أو في حدا عم يضرب بحجر على الباب. بالبداية أو بالأيام الأولى للأحداث هاي ما كنت أعطيها أي اهتمام، بس بعد مدة لاحظت أنه هالشي هذا بتكرر يوميا. حاولت إيجاد سبب أو أوهم نفسي من عشان أنسى الموضوع نهائيا لكن بدون جدوى، فصرت أتأكد يعني معقول الباب مش مقفول، بس الباب كان مقفول بإحكام. أو ظنيت بالبداية أنه بعض الحيوانات أجلكم الله بتضغط على الباب مثل الكلاب والقطط اللي هائمة بالشوارع، بس مستحيل أنها تفعل هيك، وأي كلب شارع هزيل مستحيل أنه يدفع على الباب الحديدي الثقيل مثل ما كنت أظن، وأنه من الممكن أنه يكون واحد من الجيران بيدخل متأخر وبيسكر بابه بقوة فصدى الصوت بيصلي، بس مستحيل هالشيء لأني بسكن بالدور الأسفل وكل الجيران فوق دوري، والصدى دوما بيجي واضح من خلف بابي، يعني بيجي بيضرب بإذني وكأنه بالباب تبعي. بقول من المفارقات العجيبة إنه هذا بصير بالليل بس بين الساعة 11 بالليل والساعة 3 الفجر، وما بصير بالنهار مع إني بكون بنفس الوضعية الليلية، يعني بكون قافل الباب الرئيسي وبكون أني دائما بغرفتي، وهاي مفارقة ثانية. كما أنه من الأغرب إنها بتصير مرة واحدة كل ليلة، وهذا اللي بثير شكوكي، وأني بقولها دائما كثرة وقوة ملاحظتي بتكون سبب ابتعاستي أحيانا. بتقول وأقسم لكم بالعلي العظيم حسب قوله، وأني عم بحكي هالكلام هذا والساعة تقريبا الساعة يعني الساعة 2 الفجر سمعت هاي الطرقة، يعني معقول كمان تكون صدفة مرة ثانية.
بيقول تأكدت من حالة الباب مرات كثيرة بدون جدوى بدون فائدة كل ليلة، بينما بكون ببيتي وغرفتي وهادي هدوء تام بسمع صوت الطرقة بوضوح تام. بقول أني ما بخاف نهائيا إلا من رب العالمين، بس أني إنسان كثير الملاحظة والتحليل، ومشان هيك يعني بيخلي هالشي هذا العادة هاي بتخليني أطرح تفاسير دائما. وكان هالصوت هذا انقطع من شهر أو أقل تقريبا، بس رجع مرة ثانية. وبقول كمان بدي أقول لكم إنه هالبيت يعني متوسط الجودة وقليل التهوية وما بتوصلوا أشعة الشمس كثير، وشخصيا ما برتاح فيه أبدا، خاصة إنه فيه مثل الكليدور مظلم ومتصل بالسطح وهو بنحو 20 متر تقريبا من فوق. وقتها تلتقي نوافذ الجيران كلها وأني بسكن تحتيهم. بقول ما برتاح أبدا لهالمكان لما بنظر ناحيته، خاصة بالليل، فالمنظر بوحي لك انه في حدا عم ينظر ناحيتك. كمان بدي اقول لكم اخواني اني لما بطلع بالليل للحمام اجلكم الله وهو موجود بعمق البيت يعني عند باب البيت الرئيسي، لازم اني اطلع من غرفتي وامر بجنب هالكلودور وامشي حتى الحمام، واني اكون يعني اني دائما بقول اني دائما بسهر فما بنام الا متاخر حوالي الساعتين او 3 أو 4 الفجر. وقتها بقول بشم ريحه قويه مثل ريحه الحريق او الدخان او رائحه الكبد، وهاي ما بتكون الا بهذيك الساعه وجنب هالكليدور. شو قصته؟ الله اعلم. اعزائي المتابعين، لهون انتهى الفيديو. ان شاء الله يكون حاز على اعجابكم. ياريت تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناة، تسجيل الاعجاب، تفعيل الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد. دمتم بخير، السلام عليكم.